السلام عليكم البنات. اليوم جبت لكم واحد الطريقه سهله. الا بقى لكم الخبز بايت وما بغاوش ياكلوه وليدات ديالكم، عندي لكم واحد الطريقه سهله، وهاد الطريقه معروفه من زمان، كنا كنديروها ملي كنا صغار، ودابا ولينا دابا نسيناها، مع المده نسيناها. انا عندي هنايا الخبز ديال الدار، درتو وما بغاوش ياكلوه ليا وليداتي، كيعجبهم كياكلوا غير الباكيت. وهذا الخبز ديال الدار بقى كما شفتوا معايا هنايا، ما بغاوش ياكلوه، وقلت علاش لا ما ندير ليهش هذه الطريقه، ما نضيعوش لا ما نلوحو بلا ما نرميه، علاش ما ندير ليهش هذه الطريقه؟ قلت نشاركها مع البنات ونفكرهم في هذه الطريقه، راه معروفه، غير نفكرهم فيها وصافي. وما راه الطريقه راه معروفه، راه كاينه، غير هي شويه تنسات. كما شفتوا انا عندي هنايا، انا قطعت هذا الخبز وجدته. صراحه ما كنتش بغيت نصورها نشاركها معاكم، غير قلت علاش لا نشاركها وصافي كفكره وصافي. بقى عندي هاد الطريف كما شفتوا معايا، قطعوها كي طريفات صغار. بسم الله، هاد الطريقه كانت من بكري كنا كنديروها ملي كنا صغار، غير هي دابا مع المده ولات تنسات، ما بقاوش الناس كيديروها. وهي فهاد رمضان هذا ممكن نقدموها مع الفطور. اللي عيان نيت من الخبيز كل نهار، ولا يبدل بنادم شويه قلتلو علاش لا، وكتعجب الوليدات، انا براسي كتعجبني كتحمقني. بعض الخطرات كنديرها، واخا الخبز عندي كاع مازال زوين كنديرها. كيف ما شفتوا معايا كنقطعوا الطروسوس هكا صغارين، ها ماشي الخبز كاع اللي كيبغي يتلاح، هذا راه مازالاش، ولكن صافي ما غاديش يبغيو ياكلوا الوليدات، غادي يبقى يضيع. حيد هذه هكا فاش قطعت، ونجيب كيف ما شفتوا معايا الحليب والبيض. طربت هنايا جوج بيضات ولا ثلاثه على حسب الخبز اللي عند كل واحد. غادي نبقى نفزق الخبز ديالي في الحليب، ونعاود ليه في البيض ونقليه. ديبيندي على الخبز، على حسب الخبز، الا كان الخبز يابس راه خصو يفزق واحد، خصو شي شويه يفزق مزيان في الحليب. اما الا كان الخبز هكا رطب، غير هزيه وحطيه، ما محتاجش يتعطل بزاف في الحليب، لان الا تعطل الخبز في الحليب غادي يبقى يتفرتت. قولي التزيين، قولي التزيين اللي بغى، كل واحد كيف ما بغى يزينهم. اللي يكون سخون اللي بغى يدردر عليه يدير ليه شويه السنيده من الفوق، اولا يدير ليه العسل، اولا يدير ليه ديك الكريمه ديال الشوكولا ولا شي حاجه، المهم كل واحد وشنو كيعجبو. المهم كل واحد وشنو كيعجبو. انا هنا شعلت على المقله ديالتي تسخن، شعلت على المقله ديالتي تسخن بما تسخن وجد المسائل. بما اننا في الخبز، فكرت الفيديو اللي حطيت ديال المطلوع، كنشكر البنات والناس اللي صيفطوا ليا واللي كتبوا ليا واللي عجبهم بزاف، كنشكرهم
كنشكرهم بزاف بزاف صراحه، كاع البنات اللي كتبوا ليا واللي عجبهم داك الفيديو ديال المطلع اللي حطيت، وخصوصا بديك الطريقه كنعجنوا بيديا. كنشكر كاع الناس اللي صيفطوا ليا واللي كتبوا ليا بلا ما نذكر الاسماء ديالهم. انا هنايا جهدت نقرا شويه على الزيت باش تسخن ليا، ونبدا على بركه الله كيف ما شفتوا معايا هكا. هكا ونعاود ليه في البيض، واللي ما كتعجبوش هاد السفوريه ديال البيض يدير هنايا واحد الخميشه ولا شويه ولا معلقه ديال الفاني. انا ما كيعجبنيش المذاق ديال الفاني، داكشي علاش ما درتهاش. الفاني في البيض يطرب مع البيض الفاني. هانتوما الحليب البيض، وكاين عاوتاني اللي كيعجبو يدير الخبز المحمص كما كنقولو حنا معروفين كنقولو لا شابلوغ، ولكن انا ما كتعجبنيش داك كتبقى كتخرتات وكتبقى تخرت عليا في الزيت ما كتعجبنيش. كيعجبني ندير نطيبو هكا عادي. حنا راه قريب يكون عندنا دابا المغرب، بقات ليه وقيلا شي ساعة ولا، هي هاديك العار نجي مع الطياب. هاد الوصفة راه كتعجبني بزاف بزاف هاد الطريقة، كيف ما قلت لكم انا بعد فترات راه كنديرها غير بالخبز مازال زوين. انا الخبز ديال الدار غير غادي يبقى يبان ليا، وقلت علاش لا ما نديرش معاه هاد، ندير ليه شي بيض وندير ليه هاد الطريقة. هانتوما كيما شتو كيتحمر معايا، غير البيض دغيا دغيا كيطيب البيض، معروف على البيض دغيا كيطيب. الخبز راه طايب من قبل. واللي وجدات ندير لها هاد البابيل ديال الكوزينه باش تشرب لنا ديك الزيت، ونحطوها هكايا. واللي بغى يدير ليه السكر سنيده يبقى يدردرها ليه محدو هو سخون، ما يخليهش حتى يبرد باش بحال يشبر شويه ديال
ديال السنيده. راه دغيا كيطيب ما كيحتاجش الوقت بزاف. يلا انا غادي نستمر هكايا حتى نكمل الخبز ديالي كامل ونرجع معاكم. وها انا رجعت معاكم، كما شفتوا معايا هالخبز ها هو وجد. هذا الباكيت اللي كان شايط عندي هو هذا، درت ليه هاد الشيكولا، وهذا درت ليه السنيده من الفوق. هذا الخبز نتاع الدار درت ليه السنيده من الفوق. كنتمنى هاد الفكره تعجبكم، ديروها حتى نتوما شي نهار الا بقى لكم الخبز شايط ولا بلا ما يتلاح. هكا كيجي هاد الطريقه، راه كانت من بكري ولكن تنسات مع المده. هكا كيجي كيعجب الوليدات بزاف، وتا حنا الكبار كيعجبنا. واللي بغى يسول على هاد الكريمه هي هادي انا كنشريها من ميركادونا هنا. بالنسبه للناس هنا اللي في اسبانيا انا كنشريها من ميركادونا، هي هادي. هكا كيجي. يلا نخليكم بسلامة الى فيديو لاحق ان شاء الله، ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم بزاف. بسلامة عليكم، نتمنى الفكرة تعجبكم. بسلامة عليكم.